أيام قليلة وتنطلق النسخة 34 لكأس الأمم الإفريقية، نتمنى كل توفيق لمنتخبنا الوطني. كأس الأمم الإفريقية يعني من الآخر كده عتاولة أفريقيا في كرة القدم الساحرة المستديرة. إحنا من 2010 ما حققناش اللقب، محتاجين إيه عشان نحققه؟ هل مجرد الثقة في النفس؟ هل مجرد الفكر والدوافع تتجدد؟ هل القراءة الفنية؟ تعالوا نقترب من قائمة المنتخب واستعداداتنا قبل المباراة الودية الأخيرة بالنسبة لنا مع المنتخب التنزاني يوم الأحد القادم في إطار استعداداتنا لخوض هذه المنافسات كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024. برحب بضيفي الكريم الأستاذ عادل عطية، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الرياضي. منورنا يا أستاذ عادل، أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير زهيبة، وكل سنة وأنت طيبة، وكل سنة وكل أسرة تمناك بخير، وكل شعب مصر بخير إن شاء الله. منورنا، ربنا يخليك. أول حلقة معانا في 2024 إن شاء الله. تتوقع إيه لمنتخبنا الوطني في إطار رؤيتك للدوري، في إطار رؤيتك أيضا للفرق المصرية ومشاركتها، في إطار رؤيتك كمان للمحترفين المصريين وما يقدمونه من أداء، المعطيات دي كلها بالنسبة لك تتوقع إيه لكأس الأمم الإفريقية وماذا يحقق منتخب مصر؟ والله طبعا نتمنى طبعا اللقب أو النجمة الثامنة لمنتخب مصر بعد ما ذكرتي من 13 أو 14 سنة دلوقتي، من 2010 ما خدناش البطولة، لكن مستر فيتوريا محظوظ لان السكواد عنده مميز. يعني عنده في الدوري الدنيا ماشيه كويس جدا، حتى المحليين مميزين، سواء الشناوي، ياسر ابراهيم اللي انضم مؤخرا، سؤال ياسر ابراهيم بعد ما كل الناس يعني كانت عندها حاله من الضجر انه ياسر ابراهيم مش في القائمه، الا انه يعني تبقى في بقك وتقسم لغيرك بالظبط كده. محمد هاني، فتوح، مروان عطية، زيزو، كهربا، كل دول، مصطفى فتحي، السكواد المحلي مميز جدا. بالإضافة طبعا المحترفين، يعني محمد صلاح مكسر الدنيا في انجلترا واخرها، وختامها كانت مسك بالنسبة له كمان، مصطفى محمد، مرموش، ريزيجيه، حجازي، لا عنده السكواد مميز. انا هو توقفت عند استدعاء النني واستدعاء حجازي، رأيك إيه في الاستعدادات في الاستدعائين دول على وجه الخصوص، خاصة الاتنين كانوا بيعانوا من إصابة قريبة، فبرضو حسابات روي فيتوريا بالنسبة لنظرته لبعض اللعيبة في الاستبعادات على وجه الخصوص بما فيهم إن هو قال إن في إصابات أو غير لائق فنيا أو بدنيا، وفي إطار أيضا على الناحية الثانية بالمقارنة إنه الاتنين راجعين من إصابات قوية. بالظبط، هو في حاجة بس فيتوريا يعني عاوز، عنده عقيدة غير تقريبا الناس اللي هم بقى له سنه ونص في مصر، الناس اللي هو انضموا اكثر من مره معاه وتعود عليهم وخد عارف طريقه لعبهم والتكتيك بتاعهم واسلوبهم وطريقتهم، هو اللي بياخدهم. يعني لو حضرتك لو بصيت بنظره عامه في السكواد اللي واخده، يعني بتلاقي احمد الشناوي، محمد صبحي ده مصاب وده ما بيلعبش، فتوح ما بيلعبش بس واخده، النني بعيد في الارسنال يعني موجود بدوله البدلاء، كان مصاب مش جاهز، حجازي مصاب لفتره طويله جدا ثم رجع في كاس العالم للانديه برضه لعب الى حد ما معقول، بس مش هو احمد حجازي الفت الجاهز اللي هو فايق في المباريات كمباريات. يعني هل قوة البطوله تحتم عليه في بعض الاحيان ان هو يستعين بالاسم؟ لانه الاسم طبيعي هيبقى في تحسب ليه من الفريق الاخر طبعا، حتى طبعًا لو هو مش بيدي توب فورم بتاعه في طبعا الاسم بالرنان او الاسم الخبره الكبيره جدا مهمه جدا. يعني مثلا حجازي اسم كبير طبعا، وجوده مهم في الملعب، مهم للمنافس بتاعه، لا بيعمل بيفرق كتير قوي. هو ده عدم استدعاء حسين الشحات في وجهه نظرك؟ يعني هو يقال من مستر فيتوريا اللي هو الاصابه لسه ما خلصتش بنسبه 100%، والوقت مش هيكمل ان هو يبقى جاهز على كاس أمم. طبعا انا مختلف مع طبعا تماما، لان حسين الشحات في افضل حالاته الفنيه والبدنيه والذهنيه بشكل رائع جدا. صحيح هو ممكن ما يكونش هو الاساسي في مرموش في تريزيجيه، لكن ليه ما يكونش رقم اثنين كورقه رابحه بالظبط؟ يعني وده قوي وعنده خبره برضه، مش اقل من الموجودين طبعا. فدي كلها علامه استفهام، لكن زي ما بنقول دايما كده تبقى اختيارات مستر فيتوريا هي من الامور الحصريه ليه هو. طيب تبقى اختيارات روي فيتوريا دي، خلي على جنب، لكن بنتناقش برضه فنيا، حابه برضه اسمع وجهه نظرك فيما يقال انه قائمه فيتوريا شبه بعض المجاملات
هل بتتفق في الرأي ده ولا دي وجهة نظر فنية وكيفية توظيفه هو في الملعب؟ لا هو طبعا فيها بعض الـ 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 يعني القيل والقال عن استفهام. يعني فتوح من العاشر إلى شهر ونص تقريبا، لكن هو كواخده كأساسي مع ان في محمد حمدي او محمود حمدي بيراميدز بيلعب بشكل أساسي ودايما حتى مميز وحتى في المشاط الأخيرة مع المنتخب كان هو بالأساسي وفتوح احتياطي، لكن هو خده. مثلا علي جبر انا شايفه من وجهه نظر يعني لا في افضل منه كتير يعني حابب تقول اسامي؟ مش هنقول اسامي عشان ما يبقاش احراج يعني، لكن برضو بعيد عن المستوى اسامه جلال كان لسه راجع من اصابه ومش جاهز. استبعد واصابه تجددت له، ده برضو يأكد ان هو برضو اختياراته فيها برضو بعض الاصابات هي موجوده يا بس موجود. الاصابات وقفت عند حسين الشحات بالظبط. فلا لا انا شايف برضو في بعض المجاملات، في بعض اللي هو زي ما قلت لحضرتك في الاول هو بيستريح مع ناس معينه بالتكتيك معين بالشكل بتاعهم باسلوبهم وهم بيستريحوا معاه، هو بياخد تطبيق الفكره برضو بتاعته في الملعب طبعًا. يعني طبعًا. في عناصر معينه هي اللي بتطبق له اللي هو عايزه بالشكل اللي هو عايزه طبعا. يعني مصطفى فتحي في الهجوم، زيزو طبعا من افضل اللاعبين طبعا موجود، مروان عطيه يعني واخد افضل لاعب مع الاهلي في اكثر من مباراه مؤخرا، محمد هاني برضو على نفس المستوى مميز جدا الفتره الاخيره. عمر كمال عبد الواحد برضو مصاب ومش جاهز، فدي كلها برضو. لكن هو رغم برضو ورغم الاصابات والاستبعادات برضو الا انه يعني في انضمام بعض اللعيبه بالنسبه لنا كان يسلك الصدور شويه، يعني زي مهند لاشين، زي ياسر ابراهيم بعد بالظبط الجدل الكبير اللي حصل بعد استبعاده. لكن في نفس الوقت احنا عنا على المجموعه طبعا. تدرج المباريات شايفه ازاي؟ شايفه بمصلحه المنتخب، بدايه مع موزمبيق. مع موزمبيق، موزمبيق اصلا تاريخ لقاءاتنا معاهم لعبنا 6 لقاءات كسبنا 6. غانا ثم غانا، ده الماتش اقول يعني عنق الزجاج زي ما بيقول. لو قدرنا نتخطى منتخب غانا يبقى 6 نقاط، يبقى احنا خلاص ضمننا التاهل للدور الثاني، ونكسب كاب فيردي الراس الاخضر يبقى بقى 9 نقاط نتمنى يعني، يبقى متصدر. المتصدر المشوار هيبقى افضل يعني، هنلاعب تقريبا الثاني المجموعه او الثالث في مجموعة تانية، فدي كلها بتفرق كتير جدا، بتكمل المشوار يعني بتلاقي من. لكن لو تاني او افضل توالت بتخش في متشابكه بقى، مش بس حسابات المجموعة لكن كمان هي يعني بتشكل عبء نفسي على اللعيبة، لانه كمان بيبقى في نقد كبير لاداء المنتخب، مع كمان عبء على المدير الفني بشكل كبير قوي طبعا. فكرة التعويض دي لا، احنا عايزين نبدا البطولة بشكل قوي يعني نقص شريط الافتتاح او ضربه البدايه، هي دايما مهمه جدا ضربه البدايه رقم واحد. لكن بينقصنا ايه يا استاذ عادل عشان نحقق البطوله؟ يعني احنا غايبين عن هذا اللقب منذ 2010، وبالتالي كمان تصنيفنا اتاخر. طبعا طبعا هو ناقصنا حاجه، انا اتمنى من مستر روتيري يعمل كذا، يكون ذاكر بشكل جيد الكره الافريقيه، المنتخبات الافريقيه متقدمه. انت حضرتك عندك كوت ديفوار، وعندك الجزائر، وعندك المغرب، وعندك نيجيريا، وعندك غانا، العتاولة يعني اسماء تقيله جدا، وكله داخل عنده امل عنده طموح. كوت ديفوار في ملعبها عاوز تاخد البطوله، المغرب 2006 2008 2010 ما كناش بنعمل حساب قوي للفرق بالظبط، لان كنا احنا كان الدنيا ماشيه وكان عندنا سكواد عالي جدا وافضل اللعيبه موجودين، ابو تريكه وبركات ومتعب الجيل الذهبي. الجيل الذهبي احنا عندنا دلوقتي جيل كويس، جيل محمد صلاح، ناقص بس التركيز، التكتيك يكون في التجانس، والتكتيك مميز، الاستراتيجيه الفنيه بتاع ميزي فيتوريا، الاستراتيجيه الفنيه مهمه جدا لان انا اذاكر كويس قوي فرق المجموعه مبدئيا، وابقى عندي فكره عامه عن كل مستويات الفرق البطوله، لان انا المرحله كل مرحله وليها تكتيك معين. طب الدوافع وايضا الاقتناع النفسي والذهني قبل المباريات وقبل خوض البطوله، لا يعني في اي اطار تضعه؟ لازم يكون الناحيه النفسيه مهيئه من مستر روتوريا، يجدد دوافع من اللعيبه ان هم داخلين البطوله. البطوله الماضيه وصلنا الفاينل قدام السنغال وخسرنا بضربه الجزاء، و2017 خسرنا من الكاميرون في النهائي، يعني بقى لنا كام بطوله يبقى على يعني ايه الحلم مش ما كملش، عايزين يكمل يعني. لكن اعتبر الامطار ما قلقكش في اطار يعني السؤال اللي انا بساله ده، لانه متعلق بسؤال اخر، هو تصريح روي فيتوريا نفسه
غريب جدا. انا ما يعني انا ما بعيدش البطوله، ما فيش مدير فني دخل. هل ممكن البطولة نشبهه بتصريح كابتن جوهري؟ لا 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 لا، ده بعيد خالص. لان فعلا كان ساعتها الفريق فعلا كان مش على المستوى المأمول، وما كانش فيه محترفين بالمنظر اللي احنا عندنا دلوقتي. عندنا بتاع 6-7 محترفين عاملين شغل عالي جدا. انا هاخد المركز ال 13 بالظبط. لا انت دلوقتي كله، دلوقتي الدنيا اختلفت. يعني العالم انفتح دلوقتي، الانترنت كله عارف، كله عارف بعضه. كله شايف ايه نقاط القوه ونقاط الضعف، ومدير الفني بتاع الفرق دي، المدرسه، والتصريح يمثل رغبه ودافع عند المدير الفني وبينقل اللعيبه. طبعا يعني ما ينفعش التصريح يتقال. يعني مش عاوز اقول دي حرب نفسيه، لكن لا كان يبقى في اصلا، يبقى في دافع ثقه. انا واثق في اللعيبه بتاعتي في السكواد المحلي، سواء محلي او محترفين. انا داخل بطوله بروح البطل، ان انا 7 ألقاب عاوز اعمل النجمه الثامنه، البطل المره الثامنه. فلازم، وانا يعني في فرقه برضو كامل وقت 5 مرات، غنى 4 مرات. احنا معانا اهو ترتيب المجموعات، وعايز اسالك عن حظوظ الفرق العربيه في البطوله، شايفها ازاي؟ والله شايفها برضو ماتشات صعبه. يعني يعني يمكن دايما يقال كده الكعب عالي على الفرق الافريقيه من الفرق العربيه. بالزبط. هل انت بتتفق مع طبعا دي؟ لان لو حضرتك تشوفي تونس مره واحده واخد البطوله، المغرب مرتين، المغرب مره واحده، وتونس مره واحده، الجزائر مرتين، الباقي كله بقى مصر 7 طبعا، لكن نيجيريا 3، الكاميرون 5، الغانا 4، الكونغو 2، زامبيا خدتها مره، جنوب افريقيا مره، كوت ديفوار 3، واخدين هم الارقام الكبيره. لكن الفرق العربيه واخده جزائر 2، تونس 1، المغرب 1، برضو قليل. طب عايزة برضه أتوقف عند تصريح جمال بالماضي، بما أننا اتكلمنا، عشان ما نبقاش بنظلم روري فيتوريا، لكن نقارن برضه بين التصريحات. الدوافع بتبان قوي عند المديرين الفنيين. هو صحيح ما وعدش ببطولة، لكن في نفس الوقت قال أنه هو عنده سكواد قوي وقادر 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 أنه هو يقدم. هو ده التصريح بقى المناسب الإيجابي الفعال اللي واثق من إمكانيات لعبته ونجومه وفريقه. هي أدواته، أدواته اللي معاه. يعني القماشة اللي معاه عاملة إزاي، عارف عنده محترفين قد إيه، عنده لعيبه عندها مهاره فنيه ازاي، عنده اوراق رابحه في كل مراكز ازاي. ده كان لازم يقولها مستر فيتوريا، لان عنده مصطفى محمد عامل شغل جامد جدا في فرنسا، عنده محمد صلاح يعني هداف الدوري الانجليزي مع مناصفه مع هالاند دلوقتي. ومن افضل اللعيبه. 14 هدف، بس هو متقدم في الصناعه. بالظبط. فاذا عنده تريزيجيه مرموش في المانيا، وتريزيجيه لا عنده اوراق قويه جدا. فلازم الشناوي ولعيبه الاهلي جايه من كاس العالم للانديه، عامله ماتشات عاليه جدا. طب هل شايف انه فكره الكلام الكتير على موضوع الصفقات الجديده، من هيجدد عقده مش من هيجدد عقده، والتوقف هيستغل ازاي عن الانديه، ممكن يشوشر شويه على بعض اللعيبه في صفوف المنتخب؟ ممكن، بس ده دور مدير فني والجهاز المعاون والاداري. لازم انا اخرج اعمل يعني كات كده. والله اسمع دور الاعداد النفسي، لازم، ده مهم جدا. اي تيم ورك في اوروبا، في الدوري الانجليزي، الماني، فرنسا، اي دوري تلاقي في تيم ورك كبير منهم. الاعداد النفسي ده مهم جدا. انا داخل على بطوله كبيره جدا، لازم اخلق الدوافع في اللعيبه. لازم انا كمان، لان هلاعب في نجوم في فرق تانية. قفل التليفونات بتاعت زمان دي لن تجدي حاليا. خلاص دلوقتي خلاص كله الموضوع. الدنيا مفتوحه. في كله بيشوف كل حاجه ويعرف الاخبار ويعرف التصريحات. بتاثر طبعا. لكن ده دور المدير الفني والمعد النفسي او الدكتور النفسي، مش عيب يعني. بس انا بخش البطوله بقى بدرس الفرق وبدرس حاله اللعيب اللي قدامي بشكل جيد جدا، عشان انا بخش هلاعب الفريق عارف كل حاجه عنه طبعا، يعني عارف ولازم اقطع كمان حاجة. ان في دوافع عند الفرق الاخرى، وده ده شيء مشروع طبعا. يعني موزمبيك مثلا لعبناها 6 ماتشات كسبناها كلها. ليه ما تكونش عندها دافع اللي هي طبعا تحقق مكسب اول مره في تاريخها على منتخب مصر، وبطل و7 ألقاب، وتعمل حصان اسود. ليه لا؟ فدي كلها لازم انا اكون دارس وعامل عندي قراءه جيده جدا للمنافسين اللي لعبهم. وكمان لازم يبقى عندي قراءه بالهيستوري بتاع الفرق، لانه في مدربين بتخوض، يعني ما فيش فرقه بتخوض لاول مره، لكن في مدربين بتخوض لاول مره. بالزبط. فممكن يبقى هو عنده دافع طبعا. وممكن يكون هو ورقه مش مكشوف، او قراءته الفنيه مش مكشوفه للفرق الاخرى. وده برضو تحدي جدا. تحدي كبير جدا. يعني عندنا 24 منتخب اكيد كلهم، مش عاوز اقول بقى ايه، في تصنيف اول ثاني ثالث رابع، لكن ليه لا، كره القدم
تبقى هي متعتها في مفاجاتها. في ظل بقى كل الزخم عن الكلام عن البطولة الإفريقية وكأس الأمم، بطل في البطولة دي أكيد. لكن في نفس الوقت إحنا عندنا حاجة كده، عارف اللي هو إيه يعني، شوية شوشرة كده في الدوري، حصل في موضوع الإسماعيلي والمصري. شايف الموقف اللي حصل ده إزاي من الجماهير، خاصة إن مفيش أي مؤثر يخليهم ان هم يعملوا كده؟ يعني هي لا هي نهائي بطوله ولا اي حاجه، واحنا في ظل طريقنا ان احنا عايزين نزود عدد الجماهير. خناقه حصلت بين الجمهورين، تقول لهم ايه؟ اقول لهم عيب. ما زالت عندنا تراجع كبير جدا في الثقافه والتعامل مع المواقف. ده ماتش في الدوري، ثقافه الروح الرياضيه بالظبط. انا لازم انا بجتهد وفي 90 دقيقه وارد ان انا موفق وغير موفق، لكن انا اهم تقبل حاجه تقبل الخساره، وان انا في الملعب عشان اعوض، مش اتخانق بره في المدرج. الحاجه الثانيه امتى الاقي مدير فني يطلع يصرح لان النهارده كنت مش موفق، لعبت مش موفقين النهارده، وهارد لك، والفريق الثاني كان افضل واحسن وبارك له. دي الثقافه دي مش موجوده، مش شوفها في اوروبا بس. احنا عندنا بنطلع نتخانق مع التحكيم، بس التحكيم الحكم ظلمنا في اي حاجه ثانيه غير، او نقول عندنا ضغط مباريات، بس ربما يكون حقيقي ممكن، بس يعني مش كل مره ومش كل مره تسلم الجره يعني. لازم يكون انا واقعي وموضوعي في تصريحاتي، ولازم انا احترم عقليه اللي بيسمعني، لان بيسمعني اكيد شايف ومتابع وعنده برضه رؤيه فنيه. شايف انت كنت مجتهد، كنت موفق، كنت جدير ان انت تكسب او ما تكسبش او تتعادل. أكيد. دي كره قدم. طب رجوعا سريعا لكاس الامم الافريقيه، من تتوقع الوصول للمربع الذهبي؟ والله كوت ديفوار حامل قصدي منظم البطوله، صاحب الارض طبعا، واعتقد الكاميرون من الفرق برضو القويه جدا. المغرب طبعا رابع كاس عالم، فدي برضو ممكن تكون جايه تعمل شغل جامد جدا. نتمنى طبعا مصر يكون من ضمن الربع الذهبي ان شاء الله. يعني نتمنى بقى نوصل الفاينل بقى ناخد البطوله. ده بقى باقدام اللعيبه وعقل فيتوريا. احنا المباراه البطوله صعبه خارج مصر، واحنا خدناها قبل كده 2008 2010 خارج مصر، فاحنا عندنا ليه لا ما ناخدهاش خارج مصر؟ نتمنى لازم نتمنى يكون في اعداد بدني ونفسي، عشان انا هيئ نفسي هقابل جمهور، هقابل الناس كلها بتشجع الفرق الثانيه بشكل قوي جدا، مش في ملعبي، فانا اكون انا مجهز نفسيا ان انا اقابل الكلام ده كله بالاعداد النفسي والبدني والقوه والمهاره. اكيد حديثنا عن كاس الامم الافريقيه هيستمر على مدار الايام القادمه، بدايه من مباراه تنزانيا يوم الاحد القادم. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، مباراه تنزانيا وديه وهي استعدادا ايضا للانطلاقه في كاس الامم الافريقيه. ان شاء الله تكون انطلاقه ولا اجمل ولا اروع. يا رب. بصبح عليك مره ثانيه يا استاذ عادل، نورتنا وبشكرك. شكرا طيبه، وان شاء الله نبارك بقى المنتخب ان شاء الله، وترجع بقى الفرحه تاني، ونضيف النجمه التامنه زي ما حضرتك ابتديت حوارك معانا. شكرا جزيلا لحضرتك.